قسوة الجحيم. يا ملائكة الله، يا ملائكة الله، قسوة الجحيم. إنا نحترق. فيسكتون عنهم ما شاء الله ثم يجيبونهم. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى، قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ونادوا يا ماء، يا ماء، ونادوا يا مالك، يا مالك قد حق علينا الوعيد، يا مالك قد أثقلنا الحديد. ونادوا يا مالك، يا مالك، لقمة لقمة يا مالك، إنا نموت جوعا. فيقول لقمة: أبشروا بطعام وليس لقمة. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون. ونادوا يا مالك قطرة، يا مالك، إننا نغص نموت، أعطنا قطرة حتى تدخل هذا الطعام، أجوافنا تحترق من الزقوم. فقال أبشروا. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. ونادوا يا مالك، يا مالك، ونادوا يا مالك، يا مالك قد نضجت منا الجلود، يا مالك قد تفتتت منا الكبود، يا مالك أخرجنا منها فإنا لا نعود. ونادوا يا مالك، يا مالك اعدمنا، قل لربك يقضي علينا، نريد الموت. ونادوا يا مالك كفانا عذاب، يا مالك والله احترقنا، علمنا أن المعاصي تحرق، خلاص. يا مالك يسقط عنهم ألف عام وهم يترجون، يسترحمون، يبكون، يصرخون. ثم يقول: قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون.